السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعاتي الغاليات، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية يا رب. الاقتراح ديالنا ديال هذا النهار أو الوصفة ديالنا غادي تكون طريقتي في تلقى هذه الفلفلة. هذه الفلفلة الصغيرة، الفلفلة حلوة ولكن كتكون ملونة، الموسم ديالها هو هذا. نستغلوها ونصيبو فلفلة مرقدة حلوة على يدينا، كان عندها استعمالات عديدة، يعني عندها العديد من الاستعمالات. كنرفقوا بها الأطباق ديالنا، تكون جانب الأطباق ديالنا خصوصا السمك والسلطات. نبداو على بركة الله. كناخدو واحد الكمية ديال هاد الفلفلة، كيف قلت لكم البنات الوقيته ديالها هي هادي، ونستغلوها كتجي لذيذة بزاف وزوينة هاد الفلفلة هادي بحال هكا. كناخذ واحد الكميه كنغسلوها بطبيعه الحال وكنخليوها تسقطر، من بعد كنحيد ليها هاد الرويصه، ماشي كلها يعني غير واحد شويه بحال هكا، غير كنقادوها. كيف قلت البنات هي موسميه والوقيته ديالها هي هادي، لقيتها في السوق بغيت نشاركها معكم. كنت سبق لي وقدمتها معكم في الزعلوك، طبق ديال الزعلوك كنت حطيتها فوق الدنجال ومطيشه ودخلتها للفران. يعني ملي كنديروها بحال هكا مخله اولا مرقده، وقت اللي بغيناها كنجبدوها. غادي نكمل هذه الكميه اللي عندي ديال الفلفله ونرجع. في هذه الوقيته كنكونوا دايرين مقرجه ديال الماء كتغلى، يعني نكونوا دايرين الماء مغلي غادي نحتاجوه مباشره بعد ما نكمل هاد العويدات هادو. وهنايا كنجيب واحد المقرجه ديال الماء مغلي كيف قلت البنات، وكنفرغوا فوق منها بحال هكا على هذا الشكل. هذه العمليه ديال الماء مغلي فايت شركتها معكم اولا اشتركتها معكم، هذه الطريقه اللي كنديروا الماء مغلي فايت شركتها معكم البنات في طريقتي عفوا ديال ترقاد الفلفله حاره، يعني بنفس الطريقه كنديرها. انا نقصت شويه من هاد الكميه اللي كانت عندي ديال الفلفله باش بحال هكا الاناء يعمر كامل بالماء مغلي. على هاد الشكل كنضغط عليها بهذه الطريقه هذه. وهنا غادي نجيب واحد الطبيصيل باش نغطيها باش تهبط كلها في وسط الماء، يعني راكم عارفينها انها كتطلع. غادي ندير لها بحال هكا وغادي نخليها دقائق، واحد 10 دقائق اولا ربع ساعه، وعاد غادي نجي نصفيها. نقصت شويه ديال الفلفله هنايا باش هكا الاناء يكون كله عامر بهاد، يعني معمر بالماء. غادي نخليها في هاد الماء تقريبا واحد 10 دقائق ونرجع البنات. هنايا بعد ما مرات واحد 10 دقائق على الفلفله ديالي كنقولوا كنحسوا بها غير طرخات واحد شويه اولا نزلات، كنجي كنصفيها كنهزها بحال هكا. غادي نصفيها كامله نحيدها من هاد الماء البنات ونرجع. بعد ما صفيت الفلفله ديالي هي هذه خليتها كتسقطر، هنا عندي كميه ديال الماء. هاد الماء البنات ضروري انه يكون مغلي مسبقا ومخلينه حتى كيبرد هكا باش كينجح معنا، يعني الفلفله كتبقى مده طويله وكتصبر معنا. اولا كناخذوا الماء اللي كناخذوا ديال القراعي اللي كنشريوه هكا كيكون صافي وطبيعي. يعني لكل لتر ديال الماء غادي نحتاج نص كاس ديال الخل، وعندي ثلاثه المعالق كبار ديال الملحه ومعلقه كبيره ديال السكر. ضروري البنات من هاد المساله ديال الماء هكا باش غادي يحافظ لينا على الفلفله ديالنا. عاد غادي نشوفوا باش ممكن اننا نسمو هاد الفلفله هاد. بسم الله، عندي نص كاس ديال الخل لكل لتر ديال الماء، ثلاثه المعالق كبار ديال الملح، وهنايا معلقه ديال السكر. الدور ديال السكر هو انه كيخلي لينا اللون ديال الفلفله كتبقى زوينه، يعني اللون ديالها كيبقى في اللون ديالها كيف هذا هو المقصود بحال هكا. وغادي نخلط هذا المحلول هذا كيف قلنا كل لتر، غادي تبقى على حسب الكميه اللي نتوما بغيتو تصايبوا ديال هذه الفلفله. حاجه اخرى ضروري ناكدوا عليها، القراعي، القراعي يكونوا من النوع اللي كيكون محكم الاغلاق، يعني من الاحسن يكونوا القراعي كيكونوا محكمه الاغلاق، ومن الاحسن يكون فيهم بحال هكا. انا واخا غادي نصور معكم في هذه القرعه، ولكن من الاحسن نديروا بحال هادو اللي كيكونوا بهذه الطريقه كيتسدوا يكون احسن. بسم الله، وكنبدا نحط في الفلفله ديالي. هذه الفلفله البنات كتبقى معنا لاكثر من سنه الا احترمنا الطريقه ديال التحضير ديالها وعرفنا كيفاش غادي نصيبوها.
يعني لما يكون كيف قلت مغلي او لا كيكون شارينو يعني طبيعي بحال هكا. انا غادي نسم هاد الفلفله بوريقات ديال الرند، غادي نحطهم من البدايه بحال هكا، ودريسات ديال الثومه. على ذكر دريسات ديال الثومه البنات، في طريقه ترقاد الفلفله الحاره كان واحد التعليق مستفز بخصوص هاد الفلفله الحاره، قال لك واش الثومه كتواتى مع الفلفله. واحد الاخت الله يهديها والله يسمح ليها، وانا تبت هذاك التعليق باش اللي داز غادي يشوف داك التعليق ويشوف كاين القباحه، كاين القباحه الفلفله واش كتواتى مع الثومه. معنيش غادي نوريكم القرعه ديال الفلفله الحاره ديالي اللي هي عندها اكثر من سنه، وشاركتها مع البنات ونالت استحسان ديالهم. انا كتعجبني الثومه، غادي ندير شويه الثومه بسخاء، وغادي ندير حتى حبوب ديال الفلفل ديال القزبر يابس، عفوا بحال هكا. كنخالف الالوان هنايا القزبر يابس، وغادي نضيف حتى واحد العريشات ديال هاد السعيطره. نتوما نسمو كيف ما بغيتو، لا ما بغيتوش كاع ديروا اعشاب منسمه او لا ما ديروش الثومه ماشي مشكل. الاخوات اللي شافوا طريقتي في ترقاد الزيتون يعني بالاعشاب بحال هكايا ونال استحسانهم حتى هي، وهنايا كنخلط هذا المحلول هذا اللي درنا فيه السكر والملح والخل، وغادي نفرغ في هذه القرعه هذه بسم الله. حتى كنغطي القرعه غادي نزيد شويه ديال الماء باش تغطى ليا الفلفله. ضروري من اننا نغطيوها مزيان بحال هكا بالماء، وغادي نكمل بزيت الزيتون اولا زيت نباتيه، يعني الوجه ديال القرعه يكون مغطي بزيت الزيتون اولا زيت نباتيه، ما كاين حتى شي مشكل، ممكن ديروا زيت نباتيه. وبما انني ما دايرهاش هذيك القرعه اللي كيكون عندها كيف كنقولوا ديك الجلده اللي كتكون في جناب اولا هذيك اللي كتسد اللي وريتكم، درت هنايا بلاستيك غذائي وكنسد القرعه ديالي. من الاحسن البنات خلوا الفلفله حتى تبرد مزيان عاد ديروها، انا راكم عارفين مع التصوير كنبغي نكمل المراحل بسرعه. وهنايا عندي الفلفله غادي نوريها لكم البنات، قبل بعدا نوريكم هذه كتجي على هذا الشكل، كتجي على هذا الشكل، شوفوا معايا كيفاش دايره بحال هكا، كتجي رائعه البنات، غادي ترفق الاطباق ديالكم والوقت اللي بغيتوها كتجبدوها وكتزينوا بها الاطباق ديالكم السلطات ديالكم. بالنسبه لهنايا غادي نوريكم البنات الفلفله اللي شاركت معكم والاخوات راهم جربوها، طريقتي في ترقاد الفلفله الحاره هي هذه. عندي هنايا هذا النوع اللي هو صغير بحال هكايا، هذه خدمناها تقريبا بنفس الطريقه، يعني فرغنا عليها الماء مغلي وكتوجد من نفس الاسبوع، يعني الفلفله الحاره كتوجد من نفس الاسبوع. شوفوا معايا البنات مرقدها في زيت الزيتون وفي الورقه ديال سيدنا موسى والثومه، انا ما كنستغناش على الثومه كتعطي واحد المذاق اكثر من رائع، ما بقاتش ليا فيها بزاف بها كيبانوا لكم غير الورقه ديال سيدنا موسى. هنا كان عندي خليط ما بين الفلفله الخضراء والفلفله الحمراء، هاد الدريسات ديال الثومه، وحتى الزيت كتكون من السما وكنسم بها الاطباق ديالي هي هذه. شوفوا معايا نحاول نوريها لكم عن قرب اكثر، يعني خليط ما بين الفلفله الخضراء والفلفله الحمراء، وراها كتبقى اكثر من سنه البنات. هذه راه عندي قديمه شاركتها مع الاخوات، وزيت ديالها من السما بزيت الزيتون وكيف قلت الثومه ورقه سيدنا موسى هي هذه. وما يفوتنيش نقول لكم البنات المده اللي كتوجد فيها هاد الفلفله هذه، تقريبا جوج الاسابيع ولا 10 الايام كتكون واجده باش كنتناولوا هاد الفلفله هذه. اللي ناكد لكم عليه ديروا واحد الطبقه مهمه من الزيت من الفوق، لان كتعرفوا ان الزيت كتكون عازل اولا واقي بحال هكا كيحبس لينا الهواء يدخل ليها، وهكذا الفلفله كتبقى معنا واحد المده طويله. مصايبين فلفله طبيعيه بدون مواد حافظه كتجي ممتازه البنات، مصايبينها على يدينا.
وكيف ديما خليت لكم الراحة في أمان الله إلى وصفة قادمة إن شاء الله.